تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقامت وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها اليوم سلسلة من الفعاليات الرياضية، والتي شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية جانباً منها انطلاقاً من دور الرياضة في تعزيز صحة الفرد والمجتمع وزيادة معدلات الصحة البدنية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي. كرم معالي وزير الداخلية بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لاعبي الفرق الرياضية بالوزارة، ممن أمضوا 25 عاما من الذكور واللاعبات اللاتي أمضين 15 عاما وكذلك الأوائل على فئاتهم في الفحوصات الرياضية للعام 2023، معربا معالي عن تقديره للأداء والمستوى المتميز الذي يقدمه لاعبو الفرق الرياضية، والذي يعكس كفاءة واستعدادا وجاهزية عالية وإخلاصا وتفانيا لتحقيق نتائج مشرفة. في سياق متصل، شملت الفعاليات الرياضية التي نظمتها كافة الإدارات والأقسام وشارك فيها منتسبو الوزارة من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين مسابقات تحدي الضابط المميز وتحدي رجل الإطفاء، وكذلك مسابقات في المشي وشد الحبل وكرة السلة وغيرها من الألعاب والرياضات التي تكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية.